صحيح محاولات صحيح. انقلاب على ملكه، إلى أنه كان إنسان عظيم بكل معنى الكلمة، وخرج الأردن منها منتصر دائما، وخرج دائما نعم. بعون الله دائما، لأن النية كانت يعني خدمة الوطن، والإيمان اللي في قلبه كان كبير جدا، كان لا يخشى شيء في الحياة، لأنه كان يدرك ما يفعله ويدرك نعم. ماذا يعني الملك. يعني أخي جمال، أنت بصفتك سفير، وسفيرنا في السعودية، وأيضا وزير دولة، وكان لك عدة مناصب، يعني أكيد لك ذكرى هيك تحكي لنا عن بعض، يعني بذاكرتك يعني موقف معين مع سيدنا. والله يا سيدي نعم، ذكريات كثيرة. والآن يعني أنا بتذكر أنه في أحد المرات أنا كنت أعمل في مكتب جلالة الملكة نور، وفي أحد المناسبات كان في افتتاح في جمعية خيرية أو مكان خيري ترعاه الملكة نور، فرافقها جلالة سيدنا ليكون معها في هذا الاحتفال وليتواصل مع الشعب بأبسط ويعني أقل يعني الأكثر حاجة إلى الدعم والعون. وبالفعل يعني هجم الناس عليه هجمة، وكلها كانت تسلم وبدها مساعدات وبدها هاي، فالحرس كانوا يدفشوا الناس ويبعدوهم عن جلالة الملك وجلالة الملكة. فوقع رجل كبير على الأرض، فركض جلالة سيدنا الملك حسين الله يرحمه ورفع هذا الرجل من الأرض وقبله، وصار يعتذر منه ويقول له حقك علي يا عمي حقك علي. فيعني أنا هذا المنظر، أنه ملك يعني يقوم بمساعدة رجل عجوز كبير فقير يعني بهذه الطريقة الإنسانية، فعلا هذا المنظر لن أنساه ما حييه. يا سيدي أشكرك على هذه المداخلة الطيبة أخي جمال، شكرا لك وكل الحب لك، أشكرك طبعا أشكرك. وبس أحب أضيف شغلة يعني صغيرة أخرى، أني أقول أنه يعني جلالة سيدنا الملك عبد الله أبو الحسين يسير على خطى أباه بالتأكيد، والتشابه والحكمة والنظرة الثاقبة والرؤية الوطنية والاعتزاز بالأردن وبالإنسان الأردني لا زال مستمر ومتواصل، والله يحمي جلالة سيدنا آمين. 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 أشكرك يا جماعة، شكرا لك باشا. يعني